أهلا بكم. تسلم المطران خريستوفوروس عطلة مهامه الرعائية كوكيل بطريركي في عمان، حيث جرى لسيادته مراسم تنصيب رسمية ترأسها البطريرك ثيوفيلوس الثالث بحضور أساقفة وممثلي الكنائس الرسولية ومسؤولين رسميين. إلى التفاصيل. ترأس غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل بمناسبة تسلم سيادة رئيس أساقفة كيرياكوبوليس المطران خريستوفوروس عطلة مهامه الرعائية كوكيل بطريركي في عمان، حيث جرت لسيادته مراسم تنصيب رسمية حضرها لفيف من الآباء الكهنة ورعاة الكنائس من كافة محافظات المملكة وبمشاركة أساقفة ورؤساء الكنائس الرسولية والراهبات وشخصيات رسمية وجموع من المؤمنين. وبعد قراءة الإنجيل المقدس ورفع الذبيحة الإلهية تلا قدس الأرشمندريت فينيديكتوس كيال كلمة صاحب الغبطة بالنيابة عنه، حيث جاء فيها: لقد دعيت يا صاحب السيادة لهذه الخدمة كرئيس أساقفة كيرياكوبوليس للاهتمام والعناية بالرعية المسيحية المؤمنة في الأردن، هذا البلد الذي ذكر في الكتاب المقدس، لكي تكرز ببشارة التضحية وبذل الذات ومحبة إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. إن شعب الله المؤمن والعائلة المالكة الموقرة والسلطة الحاكمة في المملكة الأردنية الهاشمية يتطلعون بفرح ورجاء لخدمتك الجديدة يا صاحب القداسة، وهذه الخدمة هي أن تكون أيضاً وكيلاً بطريركياً لبطريرك المدينة المقدسة أورشليم الذي هو خليفة القديس يعقوب أخ الرب والبطريرك سفرونيوس. فبطريرك المدينة المقدسة أورشليم هو الذي زرع ويزرع ويوطد العلاقات والروابط الأخوية القوية بين الأسرة الملكية الهاشمية وبطريركية الروم الأرثوذكس الأورشليمية، ونضرع أبوياً مع أعضاء المجمع المقدس وكافة أخوية القبر المقدس والكهنة المكرمين إلى الإله القدوس المثلث الأقانيم الذي كما في نهر الأردن ظهر الروح القدس على مخلصنا يسوع المسيح، هكذا أن ينيركم ويسدد الله خطواتكم نحو العمل بوصاياه بشفاعات سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم وبتضرعات الشهيد خريستوفروس والقديس إيسافروس والمستشهدين معه الذين نعيد لهم في هذا اليوم. وبعدها قام غبطة البطريرك ثيوفيلوس بتسليم العصا الرعائية لسيادة المطران خريستوفوروس قائلا له: خذ هذه عصا الرعاية لكي ترعى بها رعية المسيح وسط تراتيل الجوقة وهتاف الجميع مستحق مستحق. خذ هذه عصا الرعاية لكي ترعى رعية المسيح ها
هذه أيقونة العذراء يا سيادة المطران على العذراء الأورشليمية لكي تحميك دائما وتكون معك. عبر المطران خريستوفوروس في كلمته عن شكره قائلا: في هذا اليوم المبارك أود أن أشكر صاحب القبطة وأعضاء المجمع المقدس على محبتهم وثقتهم التي منحوني إياها، وأشكر أيضا جميع الذين شاركوا في هذا الاحتفال من أساقفة وكهنة ومسؤولين رسميين وجميع المؤمنين الذين حضروا من كافة الرعاية، موضحا سيادته رسالة الكنيسة وعمل الأسقف فيها ورسالته الرعوية التي دعي إليها. وهذا هو طريقنا نحن أيضا أن نبذل أنفسنا بالصلاة والتضرع والعمل من أجل نهضة الكنيسة ونفوس أبناء الرعية. صاحب الغبطة، شكر مرة أخرى لكم على محبتكم، وسأكون على الدوام تحت بركتكم لكي نبقى كنيسة واحدة قوية بالقدس وفي عمان، في كل المناطق الفلسطينية وفي كل المملكة الأردنية الهاشمية، كلنا بطريركية واحدة، كنيسة واحدة لمجد الرب والإله القائم من بين الأموات. شكراً يا صاحب الغبطة، وشكراً لكم جميعاً. وبحضور غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث أقيم في النادي الأرثوذكسي بعمان حفل استقبال بمناسبة التنصيب الرسمي للمطران خريستوفوروس، قدم فيها الأساقفة والآباء الكهنة ومسؤولون رسميون وأعضاء كشافات وشبيبات الكنائس وجموع غفيرة التهنئة لسيادته، متمنين له خدمة أسقفية مباركة. وألقى الأرشمندريت فينيديكتوس كيال خطاب صاحب الغبطة البطريرك ثيوفيلوس بهذه المناسبة، حيث قال: إننا نحن الذين أخذنا هذه الخدمة وهذه الرسالة لم نتوقف أبدا أن نهتم من أجل رعيتنا المسيحية التقية التي تعيش وتحيا في غرب وشرق نهر الأردن. وأكبر دليل على هذا الحضور المسيحي الحي للمسيحيين الذين يحيون في هذه الأرض المقدسة على مر العصور والدهور دون توقف أو انقطاع، معبرا فيه عن عميق شكره لجلالة الملك عبد الله الثاني ولسمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، والذي يظهر اهتماما جليا وملحوظا من أجل الحضور المسيحي في المنطقة وكما هو معروف لدى الجميع. اسمحوا لي أيها الإخوة الأحبة أن أبين بأن حوار ولغة المحبة والسلام يشكل فكر الله، وليس المعارضات والخلافات والتناقضات التي تشكل فكر العالم. وبهذه المناسبة السعيدة أود أن أعبر عن شكري الحار من أعماق قلبي لجلالة الملك المعظم عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضاً إلى صديقنا المحبوب جداً صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك، والذي يظهر اهتماماً جلياً وملحوظاً من أجل الحضور المسيحي هنا كما هو معروف لدى الجميع. وإلى المحبوب أخينا والمشترك معنا في الخدمة سيادة رئيس الأساقفة خريستوفوروس الوكيل البطريركي في عمان والمناطق الرعاوية التابعة لها، نتمنى لك من الله كل نجاح وتوفيق، وشكرا لكم.